يعني مصدفة؟ مش 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 الكل معنا. نص نص. عندي ثقة في العلم وفيه وعليها ما عندي ثقة فيه. كنت عندي ثقة طبعا ما عنديش. على خاطر يحبوا يكسروا بعضهم العلم ويحبوا اللي هذا يحب يركب على أي حدث شي وري يروح اللي هو فاهم لها وفاهم الدنيا الكل. عندي ثقة 100% ويوصل المعلومة الصحيحة. عندنا ثقة في الإعلام التونسي أما شاء الله يواصل هكاك بصراحة. يقول كل شيء بالحقيقة. مش يخبي يبدا يزقزق. أكيد عندي ثقة في الإعلام التونسي مادام أنا نخدم فيه وثم برشا زملاء زاد معناها يستحقوا الثقة ويستحقوا أنهم يستحقوا الإحترام. بقى أنه الإعلام التونسي من واحد لازم يعرف أنه في مرحلة ممكن صعيبة شوية. نسبيا وي وي بالنسبة للي كان وي سي ميو سي بوكو ميو. تبقى ممكن الإعلام العمومي مازال ما تخلصش من العقد السابقة نتاعو يعني مازال يحس في روحه مجبر أنه يكون إلى حد ما حكومي. الإعلام العمومي مازال ما عنديش فيه ثقة بويسكو عباد منصبين هم الفوق. مهم برشا أنه الإعلام التونسي ما يتيحش في التجاذبات السياسية معناها ما يكونش الصحافي متأثر بالصراع السياسي اللي قاعد يصير توا في الساحة السياسية. مهم أنه ما يخوش طرف أو ما يدافعش على طرف معين. المهم يكون شعاره أنه يكون موضوعي يلتزم بالميثاق اللي هو ميثاق الصحفي. فيه وعليها وإحنا ماذا بينا يكون إعلام محايد يلتزم بالحقيقة بصرف النظر على قناعة الإعلامي الفكرية ولا انتماء السياسي. هو الكل قبل ولا بعده. فما برشا شكوا في مردود الإعلام التونسي اليوم. لا أنا إعلام شكون يشكوا؟ يشكوا كان المشكوكين فيهم. فهمني؟ لا عندهم لا ثقة ولا حتى في نفسهم ما عندهمش ثقة. فهمني؟ ولهذا ما عندهمش لا أخلاق ولا ثقة ولا حتى شيء في نفسهم. فهمني؟ هذاك علاش يقولوا بالإعلام العار. هم العار. اللي يتكلم الكلام هذا هو العار. لا ما عنديش ثقة في الإعلام التونسي. إعلام عار. على خاطر برسمي ساعات يجيبوا برشا حاجات مش نورمال. ما عندي ثقة فيه خاطر كل شيء يحكي فيه سبب ماهوش مريقل ماهوش صحيح معناها مازال ما تأقلموش مع ماهوش قاعدين يخدموا المصلحة متاع مصلحة البلاد ويلزمها يلزموا باش يكون حسب رأيي حتى في السؤالات متاعه كما برشا المقدمين البرامج يجيبوا وزير يبدو معناها يطيحوا له من قيمته معناها كيما يعمل لك نهار قابل وزير الفلاحة يعمل له كبيده تفهم مش معقول معناها لأنه الوزير يمثل الحكومة والحكومة تمثل الشعب وما يجيش هذا تطيح قيمة يزم هيبة الدولة في كل اعتبار وهو مازال الوزراء لازم تكبس رواحة زاد شنو اللي عيط لك تمشي له؟ الإعلام في تونس نثق فيه نسبيا. الثقة النسبية هذه مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بإصلاح الإعلام. ليه؟ عليه؟ هكاك خاطر ما عادش تفهم حتى شيء. وليش نقول لك عندي فهم الثقة. ثم وسائل إعلام تحاول باش تعمل مجهود نقل المعلومة مجهود الإنارة الرأي العام ثم وسائل إعلام تخدم في أجندة معينة في أجندة تدافع عن السلطة السياسية في البلاد تحاول باش تلمع السلطة السياسية تدعم الشرعية ما تسميه الشرعية بأي طريقة. ليه ما عنديش في ثقة حتى في حتى حد وسيختو في الإعلام خاطر ما نعرفش يوريو شطر الحقيقة الكل ما هيش واضحة وديما شخص بركة يوريو اللي هو ديما الغالط فهمت؟ ثم كعبات خدموا ثم اللي مات وثم اللي مازال أما قلة صلاح الدين الجوجي نهار كل شادي وسائل أنا باش يعمل زعما هذا كل مثلا كان هو يحكي ديما نقول خويا ما عنديش موت حتى حد. عندنا ثقة في الإعلام والإعلام قاعد يوري في الحقائق تاع تونس الكل. ما عندي ثقة في الإعلام. عليه؟ برشا حاجات نشوفها تقدم يعني كل مرة حكاية طلعوها.